في الفيديو ده هنتكلم عن الزون ترانسفير. تعالى برضو نسمرايز اللي احنا عملناه. احنا جبنا الاي بي ادرسز وجبنا الدي ان اس سيرفرز وجبنا الميل سيرفر وجبنا الالياس نيمز. دلوقتي انا عايز اجيب السب دومينز، عايز اجيب السب دومينز التابعه مثلا لشركه مايكروسوفت. في طرق كتير اقدر من خلالها اقدر اجيب السب دومينز، بس اول حاجه انت ممكن تعملها هي حاجه اسمها الزون ترانسفير. طب ليه دي اول حاجه؟ عشان هي لو نفعت انا مش محتاج استخدم ولا طريقه من الطرق اللي انا هقول عليها بعد كده. ليه؟ عشان الزون ترانسفير ببساطه بتديني كل الداتا بتاعت مايكروسوفت، كل السب دومينز بتوع مايكروسوفت. طيب الزون ترانسفير دي ببساطه ان انا بجيب الدي ان اس بتوع مايكروسوفت زي ما انا كاتب كده ديج، وتكتب مايكروسوفت وتكتب ان اس. ده كده ايه؟ اعطاني ال النيم سيرفرز بتوعه او الدي ان اس سيرفر بتوع مايكروسوفت اللي هم الاربعه دي ان اس اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو ليهم ان اس 1 ان اس 2 ان اس 3 ان اس 4. بعد لما جبتهم نفس اللي انا كاتبه بالظبط، الامر بقى هيبقى عامل ازاي؟ هتقول له روح للدي ان اس سيرفر واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، اي واحد من دول، بس احنا هنجرب على الاربعه، وهات لي الاي اكس اف ار. الاي اكس اف ار دي معناها هات لي كل الريكورد او كل الداتا اللي موجوده عندك بتاعت شركه مايكروسوفت. يبقى كل الداتا اللي موجوده عندك بتاعت شركه مايكروسوفت ونشوف الرد بتاعها ايه. تعال نجربها. دلوقتي هقول له ديج بلس نو اول انسر عشان اجيب الداتا فقط الاجابه اللي انا عايزها على شركه مايكروسوفت. انا جاست عايز النيم سيرفرز بتوعها والدي ان اس سيرفرز بتوعها. قال لي يا باشا اتفضل، دول الاربعه دي ان اس بتوع شركه مايكروسوفت. حلو جدا، نفس الامر بس انا اكتب اي اكس اف ار. اي اكس اف ار دي معناها ايه؟ اعمل لي زون ترانسفير، يعني هات لي كوبي من كل الداتا بتاعت شركه مايكروسوفت اللي موجوده جوه الدي ان اس ده، ان اس 1 دوت ام اس اف تي دوت نت، ودوس انتر. ترانسفير فيلد قال لك لا، الدي ان اس سيرفر ده لا يدعم او مش بيسبورت او احنا مش عاملينه عشان تاخد كوبي من كل الداتا اللي جواه يا بابا. اوكي، ده ببساطه اللي هو قاله. طب لو جربت على تاني دي ان اس معانا على امل ان في واحد فيهم يكون فيه المشكله دي او الميس كونفجريشن ده ويقدر يدينا كل الداتا. قال لي ترانسفير فيلد. طب اجرب على الدي ان اس التالت، ترانسفير فيلد. طب اجرب على الدي ان اس الرابع، ترانسفير فيلد. دي كارثه لو شركه مايكروسوفت كان فيها المشكله دي، عشان دي بتخليك تقدر تدروب كل الداتا كانك بتاخد يعني ايه، كل ما عارف لما تمسك مثلا موبايل حد وتاخد من عنده كل الارقام بتاعته، كل ارقام العملاء والموظفين، او ده بالظبط كانك بتخش على السيرفر بتاع الدي ان اس وبتاخد من جوه كل المواقع اللي موجوده جواه الخاصه بشركه مايكروسوفت. فدي مشكله كبيره واسمها الزون ترانسفير. يعني انا ترانسفير يعني بنقل، الزون المدى، يعني كاني بنقل الاريا بتاعت الدي ان اس كلها، بنقل كل الداتا اللي موجوده جوه الدي ان اس. ومن الطبيعي ان هي تبقى ترانسفير فيلد ما تشتغلش معاك. لو جربنا على جوجل، لو جربنا على اي شركه كبيره، استحاله تلاقي المشكله دي موجوده فيهم. عايزين بس نجرب على شركه بقى تكون فورنرابل للموضوع ده، تكون مصابه بالمشكله دي، عشان بس اوريك الريزلت بتاعته عامله ازاي. في شركه اسمها زون ترانسفير دوت مي، دي معموله جاست عشان تست الموضوع ده. تعال ناخدها از مثال، نفس اللي احنا كتبناه. كل الموضوع ان انا وراجعي كاتب هنا ايه، زون ترانسفير دوت مي، دي شركه اسمها كده. فانا اول حاجه هعمل ايه؟ هجيب الجي ان اس بتوعها. قال لي يا باشا اتفضل، دول الاثنين دي ان اس بتوع شركه زون ترانسفير دوت مي. طيب هعمل ايه؟ هعمل زي انا عملت قبل كده، اكتب اي اكس اف ار، يعني هات لي كوبي من كل الداتا اللي موجوده جوه الدي ان اس. جوه انهي دي ان اس؟ جوه الدي ان اس الاولاني ده. اوكي انتر، مؤاخذه هو عادي يعني، بس هنشيل الدوت دي. اوكي انتر. ايه اللي حصل؟ جاب لي كل الداتا اللي موجوده كده، عمل لي دروب لكل الداتا. من ضمنهم بقى هتلاقي الميل سيرفرات، من ضمنهم بقى هتلاقي الاي بي،
من ضمنهم هتلاقي الدي ان اس سيرفر بتاعهم، ومن ضمنهم هتلاقي الدومينز، عندك بقى زون ترانسفير، عندك اكس اس اس، عندك دبليو دبليو دبليو، عندك في بي ان، عندك تيستنج، عندك ستيج، عندك سكيور انجكشن، عندك اس اي بي، عندك ار بي او دبليو اي انفو هوم ايميل دي ار ديد بيف دي سي اوفيس اند سو اون. فانا من خلال دي قدرت اجيب كل السب دومينز اللي موجودين تحت شركه زون ترانسفير دوت مي. دي هي فكره الزون ترانسفير. طب تعالى نجرب على السيرفر الثاني برضو مصاب. فالتو سيرفرز عندهم مشكله في حته الزون ترانسفير، وده بالظبط اللي احنا كتبناه. فدي ببساطه ان لو في مشكله الزون ترانسفير، او انا عشان اجيب السب دومينز بجرب في الاول موضوع الزون ترانسفير. لو الزون ترانسفير نجح معايا فانا مش محتاج اكمل بقيه الحاجه عشان انا كده جبت كل السب دومينز. طيب لو بقى الدي ان اس او لو الزون ترانسفير ما نجحش معايا، شبه شركه مايكروسوفت كده، مايكروسوفت جربنا عليها الاربعه دي ان اس سيرفرز بتوعها اللي هم دي ان اس 1 و 2 و 3 و 4، ولا واحد فيهم طلع عنده مشكله في حوار الزون ترانسفير. طيب قبل بس ما نتطرق للطرق الثانيه، انا عايز بس اوريك برضو ازاي تعمل الزون ترانسفير. احنا اتعلمنا ازاي نعمله بديج مانيوال بايدك، ازاي تقدر تعمله عن طريق تول اوتوماتيك شبه ريكون. نفس الفكره ان انت هتقول له دي ان اس ريكون وتدي له الدومين اللي هو مايكروسوفت وتدي له داش تي اي اكس اف ار. نجربها دي ان اس ريكون داش دي مايكروسوفت دوت كوم داش تي اي اكس اف ار. هو ايه اللي هيعمله دلوقتي؟ واحد هيروح جاي جايب كل الدي ان اس بتوع شركه مايكروسوفت هم جابهم زي اللي احنا عملناه بايدينا مانيوال، اوكي، وبعد كده ياخدهم واحد واحد ويبدا يجرب عليه، يجرب على الاولاني ما نفعش، يجرب على الثاني ما نفعش، يجرب على الثالث ما نفعش، على الرابع، لحد ما يخلصهم كلهم. فهو نفس الفكره بس هو بيأوتوميت الموضوع. ممكن نجربه على زون ترانسفير، زون ترانسفير دوت مي، مظبوط كده، اوكي، ندوس انتر. هيجيب برضو الدي ان اس بتوع زون ترانسفير ويبدا يدروب كل الداتا اللي موجوده جواهم زي ما انت شايف بالمنظر ده. اوكي كده جاب لك كل السب دومينز بتوعنا. اوكي فعندك ديج وعندك دي اس ريكون، اتنين تول بيعملوا الزون ترانسفير وبيعملوا برضو الجنرال انوميريشن اللي احنا عملناها قبل كده. طيب وليكن بقى ان الزون ترانسفير مش نافع، وفي الغالب هو مش هينفع الا لو شركه يعني رايحه في داهيه، انما في معظم الشركات الشبه حتى محترمه، مش المحترمه، الشبه محترمه، هتلاقي حوار الزون ترانسفير ده مش بيشتغل عندهم ابدا. اوكي طيب ايه بقى الطرق التانيه اللي انا ممكن اجيب بيها السب دومينز لو الزون ترانسفير ما نفعش؟ واحده من ضمن الطرق هي جوجل دوركس. طيب ايه بقى جوجل دوركس ده؟ جوجل دوركس دي شوية اوامر انت بتكتبها على جوجل بتختصر السيرش بتاعك. هوري لك عامل ايه دلوقتي. اوكي انا مثلا لو جيت كتبت سايت نقطتين فوق بعض، مايكروسوفت مايكروسوفت دوت كوم ودوست انتر، ايه اللي هيجيب لي دلوقتي؟ ما دام انت عملت سايت نقطتين فوق بعض كده معناها بتقول له ما تجيبليش اي نتيجه غير من الموقع مايكروسوفت دوت كوم. فانت لو بصيت على كل اليو ار ايلز اللي مكتوب الاخضر دي هتلاقي ان هم كلهم لازم يبقوا شركه مايكروسوفت، مش هتلاقي اي حاجه من اي حاجه ثانيه. طب ازاي اقدر انا من خلال الطريقه دي اقدر اجيب بقى كل السب دومينز؟ بس انت هتقولي دبليو دبليو احنا عايزين نشيلها عشان هتتكرر كتير. ببساطه تراجع اعمل داش دبليو 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 دوت مايكروسوفت دوت كوم. كده معناها بتقول له هات لي لازم تكون من مايكروسوفت دوت كوم، بس داش دي معناها بتقول له ايه؟
ما تجيبليش فيها الموقع ده، يعني هات لي كل المواقع باستثناء او ما عدا الموقع ده. فهتلاقي بدأ يجيب لك ايه، اكاديمي دوت بينج ادز دوت مايكروسوفت، مش عارف فيجوال ستوديو دوت مايكروسوفت، ديف بلوجز دوت مايكروسوفت، اوفيس دوت مايكروسوفت، هيلب مش عارف دوت ايه دوت مايكروسوفت، مش عارف مين دوت مايكروسوفت. لو حتى جبنا الصفحه الخامسه هتلاقي مش عارف ايه دوت مايكروسوفت، ايه دوت مايكروسوفت. فكل دول سب دومينز، تفضل بقى شغال لحد مثلا هذه الصفحه العاشره لحد ما تجيب كل السب دومينز اللي عايزين على جوجل وهكذا. فدي طريقه من ضمن الطرق اللي انت ممكن من خلالها تقدر تجيب جوجل دوركس. انت تكتب سايت مالكش دعوه بالدش اللي قبليه، الدش اللي قبليه دي جاست عشان دي معناها نقطه رقم واحد، انما الامر بتاعنا بدأ من كلمه سايت. سايت نقطتين فوق بعض، microsoft.com داش www.microsoft.com، دي معناها هات لي كل المواقع بتاعت شركه مايكروسوفت او اعرض لي فقط مواقع شركه مايكروسوفت بس ما عدا الموقع اللي اسمه 3w.microsoft.com. وانا دلوقتي هوريك تولز شبه ذا هارفستر بتعمل الموضوع ده اوتوماتيك، بدل ما انت ما تخش بايدك وتكتبه وتقعد بقى تجيب كل الكلام ده، لا احنا هنرن تول تانية اسمها زهر فيستر. زهر فيستر بتدي لها داش دي الدومين اللي هو مايكروسوفت، وداش بي بتقول دول الاماكن اللي انت هتدور فيهم. دور لي في جوجل على اي سب دومين زي شركه مايكروسوفت، دور لي في بينج وفي ياهو وفي نت كرافت وفي فيروس توتال على اي سب دومين زائد شركه مايكروسوفت. لو اخذنا الامر ده مؤاخذه، وخدنا الامر ده كده كوبي ودخلنا هنا عملنا له بيست، هيبقى بالمنظر ده. ظهر فيستر داش دي على الدومين اللي اسمه microsoft.com، داش بي دور لي في جوجل وفي بينج وفي ياهو وفي نت كرافت وفي فيروس توتال وتدوس انتر. هيبدا يقول لك انا دلوقتي هدور في بينج، بدور دلوقتي انا هدور على الدومين اللي اسمه microsoft.com. طيب انا دلوقتي هدور في بينج، انا دلوقتي بدور في اول 50 نتيجه، هو الديفولت بتاعه اعتقد 500 نتيجه. دلوقتي بدور في اول 50، في 100، في 150، في 200، في 250، في 300، في 350، في 400، في 450، في 500. خلاص هخش على الموقع اللي ورا. دي الطريقه اللي شغال بيها ظهر فيستر، بيمسك موقع موقع يدور فيه على 500 ريزلت. بعد كده قال لك دلوقتي انا هدور في نت كرافت، عدى نت كرافت بسرعه عشان ممكن ما يكونش لقى فيه ريزلت كتير. هدور فيه في زيرو ريزلت، مش عارف في قد ايه ريزلت، ياها هاخد وقت. اوكي فاحنا هنوقف الفيديو لحد بس ما يوصل ال 500 ويخلص كل الريزلت دي، وهوريك في الاخر شكلهم عامل ازاي. طيب يا جماعه ده كده شكل الريزلت بعد لما خلص الهارفستر الشغل بتاعه. ملاش ايميلز، انت ممكن تلاقي عندك ايميلز عشان برضو ايه ما رنتش على كل الحاجات. فالمهم بس انا بديك جاست مثال كده من الريزلت بتاعته، انه لو في ايميلات بيطلعها لك، لو في هوستس بيطلعها لك، والهوستس كمان بيحولوا لاي بي هات، فقدر يجيب عدد كبير اوي. ريسيرش دوت مايكروسوفت، مش عارف دبليو دبليو دوت مايكروسوفت، تشويس دوت مايكروسوفت، ابديت دوت مايكروسوفت، تو دوت مايكروسوفت، سبورت دوت مايكروسوفت. فجاب مجموعه ضخمه من السب دومينز، ولو كنت سبت وقت شغال اكتر كان هيطلع ريزلت اكتر. بس هي جاست كمجرد هنت كده بسيطه ان هارفستر ممكن يوتوميت العمليه دي بدل ما تقعد تدور بايدك. هو انت لما بتحدد له اصلا جوجل، كل اللي بيعمله انه بيستخدم جوجل دوركس، انه يعمل سايت كذا كذا ويجيب الريزلت، وبعد كده يجيب الريزلت وراهم وهكذا وهكذا لحد ما يجيب كل الريزلت اللي انت عايزها. فببساطه ممكن تستخدم جوجل دوركس عشان تجيب السب دومينز، ممكن تستخدم ظهر فيستر عشان تجيب السب دومين، او ممكن تستخدم موقع بقى اسمه فايند سب دومينز. ده موقع لذيذ جدا، انت ممكن تجربه. لو دخلنا على فايرفوكس، اوكي الموقع ده ببساطة اول ما تخش عليه هيطلب منك بس انت تعمل يوزر نيم وباسورد، و عادي كانك بتسجل في اي موقع، فتديله اسمك والبيانات بتاعتك وبتعمل اكونت. موضوع بسيط جدا، بس انا اوريدي عشان انا عامل اكونت فهلوجن بيه على طول. اوكي
اوكي طيب معلش اعلان بس الموقع فتح، فحاليا بعد لما انت تعمل لوجن او تعمل ريجستريشن وبعد كده تخش بلوجن هيفتح الموقع معاك بالمنظر ده. كل عليك انت تكتب مايكروسوفت.com وتدوس انتر. اوكي ما جابش حاجة، تروي مرة تانية عشان هو قبل كده كان بيعلق. اوكي اختارها من هنا. اوكي كده فتح معاك، فانت هتلاقي في عندك ايه 50 اوف رقم معين من السب دومينز، هتلاقي ان هو بيجيب لك كل السب دومينز بتاعت مايكروسوفت. دي طريقة تانية ممكن تجيب بيها السب دومينز. ممكن من هنا تروح جاي عامل شو ليست وتاخد كوبي من كل الحاجات دي، وبعد كده تنزل تخش على البيج اللي وراها فيجيب لك ريزلت ثانية وتعمل لها شو ليست وتاخد كل الحاجة دي معاك وهكذا. فده موقع ممكن من خلاله تجيب كل السب دومينز بتوع شركة ما. بالعكس انت ممكن تجيب منه معلومات كتيرة جدا، حاجة شبه النتورك رينج اللي انا كنت بقول لك عليها، بس دي هنقوله لما يجي وقتها. فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تجيب منها برضو السب دومينز، حوار الموقع ده اللي اسمه فايند سب دومينز. اوكي بس لازم تعمل اكونت عليه الاول. تمام اوكي. برضو ممكن تستخدم ريكون ان جي، بس يفضل بقى ريكون ان جي بريها فيديو لوحده. هنكتفي بالفيديو ده المرة دي، وان شاء الله نكمل ده الفيديو الجاي.